السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى اي شخص كيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. اليوم بغيت نصور لكم هذا النبات ونعرفكم عليه، حيت متاكده ان بزاف ديال الناس ما كيعرفوهش وما كيعرفوش فوائد ديالو اللي خاص الله عز وجل بها، وعطاه واحد القيمه غذائيه واستشفائية كبيرة. فقلت علاش ما نقربكمش خوتي وخواتاتي اللي ما كيعرفوش منه ونفيدكم قدر المستطاع. اولا هذا النبات سميتو الكبار، موجود عندنا في منطقه عبده بكثره، ويمكن نقول انه مصدر دخل اساسي لمجموعه من الاسر. في هذا الوقت من العام ما كيكونش عاطي الغله ديالو، هو كيتمن حتى لبدايه الصيف شهر 5 وكيبقى حتى شهر 9 تقريبا. كيف ما كتشوفوا هو نبات شوكي والمنظر ديالو زوين، كيبقى خضر على طول السنه، واما في الوقت ديالو الوقت الجنيان ديالو كيكون احسن من هكا، كيكون اللون ديالو زوين وكيكون فيه واحد الريحه زوينه في الورد اللي كيخرج، كتكون فيه واحد الرائحه رائعه. غير الناس كيفضلوا انهم في هذا الوقت يزبروه، يعني يقطعوا ليه العراش ديالو باش يعطي غله اكثر في الموسم الصيف. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كنزبروه، واكيد غادي نزيد نهضر لكم على الفوائد ديالو ولاش كيصلح وكيفاش كنستعملوه. الى عجبكم الفيديو وبغيتوا تشجعوني باش نواصل هاد السلسله ديال الفيديوهات، كنتمنى تخليوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه، وشكرا.